يعني من أكثر من 25 سنة جاءتني 3 بنات معيدات في الجامعة في قسم اللغة الفرنسية وغير محجبات أو غير لابسات. المهم فسأل سيدنا سأله سؤال: صحيح سيدنا الشيخ في حديث يقول نحن ناقصات عقل ودين؟ احنا انا المعيدة في الجامعة معايا ماجستير وسجلت للدكتوراه، انا ناقصة عقل ودين؟ قلت لا يا بنتي، لا لا لا، انت لست ناقصة لا عقل ولا دين. فتنظر لزميلتها: انا قلت لكم الشيخ عمر ده شيخ مستنير، ده صح يوضح لنا الحقيقة. قلت لها يا بنتي هذا هو المبتدأ، والجملة العربية مبتدأ وخبر، الرسول قال لحفصة وعائشة وأسماء أنتن ناقصات عقل ودين، أما أنت يا بنتي لا عقل ولا دين أساسا. سبحان الله، منين جاي عريانة ومش لابسة ونسيت تلبسي؟ سبحان الله، نسيت تحط على جسمك حاجة وانت خارجة، ويقول أنا ناقصة عقل ودين.